السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. وتي حالكم؟ مش أصبحت أقولكم ضرابة والله. هي أقولكم خيبة يا البرد خاري ما شاء الله تبارك الرحمن. وبي أقولكم حتى لساني يمد، ما أدري لأبوي ما فيه، برمسكم أنا داخل ما في لا في ابويا يمد ولا عندي خبر. ما بتفيدوني انتو؟ انتو بتفيدوني؟ والله ما ممكن بيسأل عندي بيقول وين صار ولا وين يأ ولا علومة ولا شو حلبة. اقولكم كل يوم بالثاني اي امر يقولكم التواصل الاجتماعي، وكل يوم تواصل ما تم تداوله بالتواصل الاجتماعي، وما تم تداوله بالتواصل الاجتماعي، ما تم تداوله بالتواصل الاجتماعي. تعرف شو يعني هذا معناته القال والقيل. هذا اللي يظهر الحين في التليفونات المسجات ما تم تداوله، يعني هل بالقال والقيل، قوم بالقيل والقلق، قوم بالقيل والقلق، هذا هو اللي يتم تداوله بالتواصل الاجتماعي. حشره والدنيا، حشره والدنيا كل يوم كل يوم. هذا من وين؟ انت فكونا منهم هاي القوم بالقال والقلق بنغدي بخير. مضيعين أمة لا إله إلا الله من يوم قبل التليفونات هاي قم بالقال والقيل، وقم بالقال والقيل هذا مستوى الدنيا. هم مطبعين مراكب مفرجين بين الرجال وحرمته، مفرجين بين أمم، مفرجين بين دول، بين استوى حروب ونشت ماتت أمم وحيت أمم والسب منو. هل بالقال والقيل هي الله أكبر عليهم. هاي المثل يسمونهم الأول أول ما يا الإسلام يسمونهم يهود بني قريظة، يهود بني قريظة هاي حياتهم، يفرجون بين اللواد، مسير عند العشيرة الفلانية، وهاي لكن بعد يهود بني قينقاع. والله أتذكر عندنا دكتور أستاذ الأول في مدرسة الكندي، نسيت اسمه والله، من هالبحرين، هو اللي يقص علينا القصيص هاي. يعني هو مدرس رياضيات ويدرسنا عن الامور، يودر دروس الرياضيات او يدرس ويخبرنا عن السوالف مع القبائل الاول وما ادري كيف، لانه ملم بهالمواضيع. واظني هذا المفروض كان يدرس تاريخ ولا شيات ولا الصقوف في الرياضيات غصب زور، وتم يتحوظ من القصيص الاوليات يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، وما أدري منو بعد منك. هذا كله النمونة شغلتهم. أظني هاي بقاياهم تامين لين اليوم، هاي فتام لين اليوم، أظني بقايا من 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 أحفاد أحفادهم ومنتشرين في الأرض، وهم هاي ينشرون الفساد. يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع هاي كم واحد تامين شرق وغرب في البلاد، وفكونا منهم وبتفتكون. ما تم تداوله في التواصل الاجتماعي، وما تم هاي الهم أبوي، هم هاي القوم بالقال والقيل. اي والله ترى ما خرب البيوت وباعد بين الشعوب إلا القال والقيل، الله أكبر عليهم. تلقط ريال طويل عريض بلحيته، يوم الناس يالسة في الميلس ختل ختلتهم وحده مؤدب محجراته، ومن يظهرون العرب زخلك رأي البيت. ويوم هاك اليوم ترى فلان سوى، وهذا علان قال وعلان قالت، واستوى هالنمونة وهذا أخوه هالنمونة سوى. هاك اليوم ترى أخوه هذا هو اللي دعم فلان ويحط تمذبت حياته هاك الأخوه على كرسي، ولوم أبوه ما هب ترى هذا يمكن معشرات أخوه يستوي هذا، ها يدعم حد من صغاري وظاهر من البيت مريوس. ترى يفهم يشابهون هاي الأخوان، حد منهم يشابه أخوه حتى في فعل الجرائم والمصايب اللي تشوفونها، ينش عد هذا ويخبر أخوان ويخبر عيال عمه. يوم بين رياه هذا فقير نهار ثاني الميلس، ولأنهم كلهم مختلفين وكلهم وارمين. ليش؟ قال ما ندري، تم عاد روحه فيه ولوار يصير وينشرم ما بيه شرات الحرمة بعد لا تسير على عرب ولا شيات، ولا تصير في اجتماع ولا في مؤتمر ولا شيات، وسارة مكان ضربة ولا سافرة ضربة من ضمن لجنة توصل هناك ولا نار، لأن حد متغيرات عليها الحريم. لا إله إلا الله، شو خلفن وحدة ما بينهن، سوسة هاي الوحدة منهن، هاي من بلقايا يهود بنو قينقاع ويهود بني قريضة ويهود بني النضير بعد. بالله ثلاثة هم ثلاث نمونات اليهود الأول،
يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع، هم هالبلقاع في خاطري أقول له يحطون لهم نيشان، هايل نيشان بكرة وقعود بين حياتهم يفكون الصد العرب من القال القيل الليلهم. هي والله ما حد ينشر الوباء والكلام البطالي والرمس القاصرة والناس التازم مغتثة في بيوته إلا من الأخبار الشينة، ويطلع عقب طلعت الحكومة ودفعت ما وراها ودونها وشرق وغرب كذبت النادي المتصادر لمش قايل الخبر اللي قالوها إلى كل واد مكذبوا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا، إلى اللقاء يوم بي صاح. هنا يأتي دور القيادة السياسية متمثلة في الشيخ زايد رحمه الله، وكذلك متمثلة في الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله، وبقية الحكام اللي جو في ذيك الفترة. بس هذين الاسمين قادوا حركة نهضوية غير مسبوقة في أقل من 20 سنة، من يمكن مجتمع أمي 80% إلى 80% متعلمين. وضع المرأة تفاوت، فنرى في تاريخ المرأة التعليمي أن الشارقة ودبي سبق، ولكن المناطق اللي هي أقرب للصحراء كان فيها المحافظة وتقاليد أقوى من مناطق الساحل، وهذا طبيعي. هنا الحقيقة أتى دور الشيخ زايد حين حرك العقول والمنطق الذي يحكم قيم المجتمع. الشيخ زايد عطاءه كان عطاء من نبع صافي للجميع. مرتمة، ها صلاح، صلاح، هنا يا بابا، في وين انت؟ خيمة بابا، صلاح في الشارع؟ بيت هني، وحوي، في الحوي، زين يلا حين بيك حبيبي. تلومون صلاح؟ تلومون صلاح؟ يلسون يبربرون روحهم ويخلونهاك متامعين ثلاثتهم ومبدرين صلاح روحه، لا أنيس ولا حنيس، لا حنيس ولا أنيس. يا ربي يا رب، ويا منو ترمس هالكثر أنت؟ أسد؟ مودر صلاح ودياس بربر في التليفون. الله أكبر عليك أنت يا الباهس، لا ما الله من يلومه، لا ما الله من يلومه فيك أنت، الله أكبر عليك. ها صلاح؟ كلام 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 كلام؟ ها صلاح؟ وايد يتكلم؟ اشوف صلاح يتكلم وايد ولا لا؟ قايل لك انا خلنا نجيب الكدري والجديد، خلنا نجيب الكدري والجديد، انت شو رايك؟ خليك انت شو؟ حريم واحد هي ام السيف، ام السيف اشتغل مع المكتب مع الشرطه هي سلم الصلاه خصوصي او خالد الخالدي خصوصي. ام سيف مشكوره، يا ام سيف ويتنا يا انا السلام ومشكوره. واجد مساعد اوصي وياك يا ناس ليس دقيقه يعني. اشكرها انها بارك الله فيها، الله يحفظها يطول بعمرها. مشكوره يا ام سيف ان تساعدت تدري ولا صلاح انه خلص. سلم قولها سلام عليك يا ام سيف. سيف خير. زين اشوف العيون يوم حال اليوم. يا سلام لثمد لاعب لعب. يا سلام يا سلام ما شاء الله. بس لابس جوتي جديد انا ها بعدها. لا لا جوتي على فكره ابوي هايل ها اللي تشوفونهن وايد زينات حق البيت اللي عنده في البيت كبار ولا صغار حق الكبار يعني اللي في البيت جالسين والله تشوف عند الكبار والصغار خليه يرمس عجيب والله الا زينات وفوق عن الزينات تشوفونهن وعمليات ويدفن وما شيء شراته ولا ريول ملح عفان الله يا الله لا بليتنا تحر حافر قبر. بسم الله شو ماكل؟ شو ماكل؟ طاووس طاووس ورا ماكل طاووس؟ وين طاووسنا؟ كل كله انا طاووس ما شو هالصلاح شو متريج انت؟ باع 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 شوف كل يوم تخليه يظهر بسفره من هالسفر ابطال هروع الجمعيه هي نعم طرشات هالهب اشوفهم صلاح يا سهل ايوه الله اكبر الله اكبر ما شاء الله والله يا غير محلوي حياه خماس المحلوي حياه خماس المحلوي لا شريك له هي والله الله يغفر له ها ايش عندك هاو ار يو
everything good? وين هذا مال كولد؟ ما يستهبي هو ترش بلاد لا بربيكم. تعال شو هذا حيلة؟ هذا حجاج. وين ظهر لنا هذا؟ هذا صيب بروشني أيه؟ داخل الأرض داخل العمل هذا يطلع. أنا قلت لك؟ لا ليش أنت سويت هالشكل؟ هذا شغل مالنا أيه. شوفوا الطيب عيب الطبيب، والكلمة الطيبة تظهر الغول من السرب. لو ما شاف الطيب مستحيل لا هو لا غيره. الموظف ما ينجز إلا إذا كان الإدارة طيبة وياه متجانسة تعامل بالتي هي أحسن. العامل اللي عندك في البيت، المساعدين المنزليين إن كانوا ذكور أو إناث، إذا ما تعاملهم بالطيب واللين والأخلاق ما يشتغلون. وين يشتغلون؟ بيشتغلون قدامك ومن تختل عنهم ودروا الشغل. لكن نحن هبل، نحن وامثالنا، نحن واللي غيرنا. مدامك تعامل الناس بطيب ولين في العالمين ييسر أمورك، أمورك وأمورهم. دامك أنت تعامل الناس بالتي هي أحسن، وإن أمرت تأمر بالمعروف، وإن نهيت تنهى طريقة سلسة وجميلة وقريبة إلى القلب، ما تجلس فتنة وصدع وديانة ووقعة ليل بنهار ومعاير تذلهم ذل لجل يشتغلون. يشتغلون مع ليه؟ معلوم جايين من دارهم لين هني ليش؟ لجل الشغل. لكن بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالعطية، بالرحمة بين فترة وثانية، باللي ما بلا معاش، لا تأخر المعاش، وطعم وتس كسوة الشتاء وكسوة الصيف. وعلى كل ما تصير من السوق هي بلو شيء بهانس، لو كتكات ولا باونتي. أنت تدرون أني أنا يوم أسير الفنادق ألقط هذا الصابون وها مال الشعر الرأس وبروشها مال الثم بروش معجون وما كل شيء ألقطه وحطه بخرايط وأجيب هني وأجسم عليهم. شو فرحتهم؟ ما تتصور لأي تصورون لأي درجة يفرحون بهذا الشيء. أنت تشوفونه بسيط، هذا الصابون الصغار اللي في والشامبو صغيرونات هاي المطيربات هاي الكبير ألقطهم يحطهم في قرطاسة كل يوم يظون والله مزار خريطة. يوم أي أعطي هذا وهذا بروش وهذا مشط وهذا بروش وهذا مضرب مال بلسم كل بحبي بده شيء. وكم يستانسون يعيدون عيد عندهم. هي حتى ما لدرينا أي بحنا من الفندق يوم أسير قريطي ساعة هاي الكبير ما استعملهن واحطهن ابوي كل سامان يروح يعيش اللي هو جاي اي فندق اسير. فلذلك هذا لقطه اليوم بيومه وكل يوم اعزر عليهم اسيرهم لين الريسبشن سيروا نظفوا الحجره. ما الحجره ما فيها شيء فقط بس علشان يغيرون هالي في الحمام واكود لهن. كل يوم لنا تغيير مدفوع جيبت مدفوعه فليش انا اخلي هم يقبضون بيزاته بلاش. لذلك ابوي استغل كل كبير وصغيره فايمعوا افرحهم فيه. أمك صليح شو الأخبار؟ شو تسوي؟ شو ما تسوي؟ وين سرت؟ وين جيت؟ شو كلت؟ شو شربت اليوم؟ لا ما كلت شيء؟ وهالي ترع توه هالتريع العودة ما أنا أول اللي اهتز الطربالة بكبره. هذا منو؟ ما بنته؟ أسد؟ إيه الله يحفظكم ريان من هالعين. قال لي أبو محمد سمعنا أنك بتي العين بعد أسبوع. قلت له هي نعم. قال تيمل يا ريان تيمل. قلت له ان شاء الله فارق طيب. شو تامر؟ قال من المدام فاتح مشروع. منو هذا؟ خليه انشغلت عنكم سامحوني لمده 3 ساعات من الساعه 10 لين الحين الساعه 1 وانا في مكان كان عندي شغل وتوني الحين الحمد لله خلصت اموري ورديت البيت. بيحطون غداي وبتغدى بعين الله خير وعندك. افتكيت من الاعلانات، افتكيت من الصدعه، افتكيت من الهربان اللي ما يوجه. هاي هذا انا ابويا. شو ما شاء الله عليه. يا حافظ غرب الله تيزي ما يجيبون الوان وايده والله الا فنان. يا حافظ على هالعود ما بغوا يزلون الدهن الا حين شتني تلبست وتروحت وغديت لكم رقم واحد. ذاك اللي حين والله نحب انزل الدهن تعال صور على هالتعديل وهالتزيين اسير مطابخ والله عليك. شوفوا الصخاخين والدنيا يا عثرتي. الحين الناس ابوي تروحوا من لا حاط من متروح اخي الريح اليوم ومتدخن بعنبرة الزرق. يا ربي ما بهاين علي ادخل شو اسوي غرب الله. ايها السلام عليكم. هاو ار يو بنات؟ جود مورنينج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. شو هذا سونا؟ هذا ذهب؟ هذا ألماس؟ شو هذا حين؟ ها حناية؟ شو هذا ذهب؟ دهن له ذهب؟ أنا فكر ذهب. جولد قولي لي. هذا أبوي دهنها دهنها مزقولة بنت عنها الضوء البارحة وحين من تبرد. ها شو شو غدير غديركم ذهب 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 ذهب. وريحة الدهن تعطر شال للدنيا شل شال للدنيا شل. حد أبوي يقرطس وحد يحط استكرات وحد يحط دباب وحد يزل وحد يمثث والدنيا مطرج. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ها شيء دباب وشيء غراس وشيء دباب وشيء غراس وشيء غراس وشيء ايوه ايوه بعد ما بهين هو هين. الله ما في النار بارد كلني غني على ليله. لا تحاتون ابوي كل حد ابوي منهم له نسبه. على كل مريال ابوي يصير كل حد ابوي 200 200 200 200 يطير 2000 درهم ابوي الا من البيعة كل مريال 200 درهم حق كل واحد على هالحالة غير معاشاتهم. هذا أبوي تبى أبوي يخدمون ويضحكون وهم يتبسمون مبسوطين الجو. ها أوكي ولا ما في أوكي؟ Thank you everybody. Thank you. Thank you هريس. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الرحمن تبارك الرحمن خير الخالقين. زبت بقر على بطن الظهر من المزارع من أكثر من 37 سنة على هالمهر لين يومكم هذا. ما شاء الله الإنتاج ما وقف كل أسبوع كل 10 أيام كل 10 أيام كل أسبوع وما شاء الله ماشي زين وخنين ونظيف ورقم واحد وما يعول ومملوح ما في رطوبة ما يخترب لو بتخليه سنتين ثلاث صلاحيته ما يعول أبدا إلا إذا دخلت رطوبة. تدخل رطوبة حطيته في الثلاجة ولا حطيت صبعك داخله لازم بيخترب لأن في سحة وفي ملحة ما يعول أبدا وما في رطوبة ناضي. الحين المريال هذا العود يفيد تقريبا 470 كيلو أكثر عن 100 أو 90 كيلو ساعات يطيرن يتبخر. شو هذا؟ هذا الماء الملي فيه الرطوبة فيتم بيور صافي رقم واحد وما يعول. لا يغرك شكل منخاري لو تشوفه زين في الصورة. لا يغرك شكل منخاري لو تشوفه زين في الصورة. هذا حد من العرب بهرج تشوفه حد من العرب تشوفها بهرج شيفة شيفة والمعاني ضعيفة. اي والله حد من العرب الله أكبر شكله خداع بطريقة ما تتخيلونه. ويوم انكشف ولأنه حشف يوم انكشف ولأنه حشف والله العظيم يعني حد من العرب الله المستعان الاسم شايع والبطن يايع تلقطه من بعيد راشد من سعيد ومن قريب عفان الله كافينا شره. هي والله فهذه أمور الدنيا الآدمي لازم يتقصى ويتحقق قبل ما يصير ويحكم على شكل من خاري. لازم تعرف الجوهر وخلاف أبوي إن كان في خاطك نسب ولا معرفة لابد من تقصي الحقائق. لازم تعرف أو تعرفين اللي قدامك هذه حرمة ولا حريمة. ترى ما بكلهن حريم. شيء حرمة وشيء حرمرم وشيء شرالك بيش يترمرم وشيء ريال وشيء ريين. الاسم ريال لحي وطول وعرض وصليج وسيارة مبعد شو هذا وخلاف. يوم بتيرس وياه ولنه يوم بيرمس يفلط يوم بيرمس يفلط لأن كل تفلفيط أكبر عن خدته. هي ليش؟ لأن ما شيء ما شيء محتوى محتوى ما شيء. أما قال الأولين قيح قيح والمقالة خلية قيح قيح والمقالة خلية على الخالي مقالة خالي ما فيها شيء وهو يجلس ينادي الناس اللي ما غير تحرى المقالة ممزورة قيح قيح زين قيح قيح وين اللي بتبيعه مقالة خلية ما فيها شيء تصفر. إن سبحت غيطون همت بسرقة فلا تأمن أن لغيطون حين تسبحوا. الحين مثل اليوم قصتنا البارحية قصة غيطون فيه ياما غيطون وغيطونة حاليا في هالمجتمع آلاف مؤلفة الأول جليل اللي تلقط غيطون وغيطونة والمعنى في قلب الشاعر غيطون وغيطونة الأول جليل تلقط من النوادر حاليا ما شاء الله على كل طالع شمس تكتشف مليون قيطون وقيطونة وين ما تصير تلقطهم قدامك
يعني وين ما تصير تلقطهم قدامك. فالحذر ثم الحذر، الحذر ثم الحذر، من مثل ما قلت لكم لا يقرك شكل منخاري لو تشوفه زين في الصورة. هي والله، يلا تصبحون على خير.